بسم الله الرحمن الرحيم. حالة فشيولة. طبعا الفشيولة نوعين، فشيولة هيباتيكا وفشيولة جايجانتيكا. تمام. الفشيولة دي دودة كبدية بتخرم الليفر وبتعمل تليف في القنوات المرارية. تمام. وبيحصل زنجة في دورة بين الكبد والطحال، وبيحصل ورم البوتل جو، بنسميها حالة البوتل جو، يعني فيه ورم بيبقى تحت الجو كده. تمام. دي من علامات الفشيولة. تمام. فالفشيولة عبارة عن الطول المعدي فيها انسيستد ميتا سيركاريا، ودي بتبقى موجودة على الحشائش في الترع وفي المصارب، وهي الطور المعدي انسيستد ميتا سيركاريا، بتعمل ميجريشن وتوصل للليفر وبتعمل ليه الطور اليافع الليفر فلو. طبعا بندي حاجات زي الايفوماكس سوبر مع مضاد التهاب مع مضاد حيوي. تمام. وحاجات زي الفاشوليد دوفيكس، الحاجات اللي هي خاصة بالكبد مع مضادات الالتهاب، وممكن تتكرر بعد 15 يوم عشان نتأكد ان الدودة ماتت. وصور ماشي، صورك عادي. صورك دكتور محمود حماد المنياوي.